وإلى معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي مرعي 2024 في نسخته السابعة، والذي يشهد ولأول مرة في تاريخه إقامة مهرجان التمور الذي يبرز التميز الخارجي في إنتاج التمور. هذا وأكد المشاركون في المعرض على أن هذا الحدث يمثل منصة هامة لتعزيز فرص التعاون التجاري وتبادل الخبرات بين العارضين والزوار، مما يسهم في تسليط الضوء على جودة التمور الخليجية. ويواصل مهرجان التمور فعالياته المصاحبة لمهرجان مراعي البحرين حتى الأول من ديسمبر، ليشكل منصة فريدة من نوعها للترويج للتمور الخليجية وإبراز جودة منتجاتها من خلال مشاركة 35 جهة محلية وخليجية في السوق. طبعا احنا سعيدين بمشاركتنا بهذا المعرض، معرض البحرين اللي هو معرض المراعي. طبعا شيء جيد وجميل ومشاركة جميلة مع يعني جميع من أنحاء الخليج، من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، طبعا حتى في من مملكة البحرين. طبعا احنا مشاركين من مملكة البحرين الحبيبة. طبعا وعدنا ما شاء الله هني في نوعية من التمور اللي هي مصنوعة بحرينية بأيادي بحرينية، عدنا هاي الأخلاص. طبعا حبة كبيرة صناعة بحرينية ومن مزارع البحرين، من مملكة البحرين، مزرعات مملكة البحرين. نحن جايين من عمان ومشاركين بمعرض مراعي، أول مشاركة لنا. ما شاء الله المعرض ما عليه كلام، الحمد لله رب العالمين. وجايبين لكم انواع التمور، عندنا الهيل بالزعفران، وعندنا المدبس، وعندنا بالتمر والزيت اللبان العماني فاخر، وعندنا بالزعفران، وعندنا بالهيل. حياكم وزورونا.